الدولار دلوقتي بقى زي الذهب، طول ما هو عندك طول ما انت مطمن يا ربي. بصوا يا جماعه، الكام يوم اللي فاتوا دول ناس كتير رجعت تتكلم عن التعويم، ويعني يبقى في تعويم ولا ما فيش تعويم. كل الناس بتقول لك الدولار هيرتفع، الجنيه هينخفض، صدمه سكر وصدمه دولار وصدمه وصدمه اسعار. رايك ما تيجي نضحك شويه؟ مش هقولك اطمئنوا بينا ولا بالحكومه، هقولك اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى، اطمئنوا بالله سبحانه. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ازمه الناس ايه؟ الاسعار. حد عنده حاجه تانية في البيت؟ هو احنا لغايه دلوقتي دولارنا ب 31، صح ولا لا؟ صح ولا هتنكر؟ اتغير؟ لا، قلت له صح بس حنكر. طب اخبار الاسعار ايه؟ هو ده اللي يهمني، اسعار كل حاجه. هو ده نتيجة ليه؟ لو انتوا النهاردة تصورتوا ان احنا ممكن كدولة، انا صادق معاكم صدقوني، يعني ما اعرفش ما اكونش صادق. انا ما اطمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتلة. ايوه هناك مشكلة ونعترف بيها انه عندنا ازمة، واي مسؤول يبقى عارف كده عندنا ازمة، سواء وزارة التموين او وزارة الداخلية تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده، ده صح. كمل يا بيه. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه. حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. يا رب انت تعمل الدولار ده بسعره ايه؟ عومته ما عومتوش؟ بس هما مستنيين لما تحصل انتخابات الرئاسه في شهر ديسمبر، تعلن في يناير وهيعلوه جدا. احنا نقعدش في مكاننا. لا لا ما يقدرش. بدليل ان السوق السوداء مرتفع، وصل ل 50 جنيه و51 جنيه. ما تردوا عليا. صدق وتامن بالله انا جاي لابوه وطالع عيني، ولو ما احترمت نفسك هقطع في وشك اخرج. السؤال المهم بلا تعويم، السؤال اهو مهم بلا تعويم، اخبار الاسعار ايه؟ سعر كيلو السكر بقى ب 60 جنيه. بس معقول يا جماعه؟ انا بقعد اتفرج كده اقول يا خساره، كل املنا شويه السكر وشويه الرز وشويه، فحد تاني يقول اه طبعا احنا عايزين ناكل. طب انت منور، بس بصراحه انا عايزك تغلى. والحاجه بتغلى، الفرخه هتبقى بكام؟ مفيش حاجه بترخص يا جماعه. ازازه الزيت هتبقى بكام؟ مفيش سلعه واحده ترخص. ما هي غزه رفعت الاسعار كلها، ما هي غزه اثرت علينا اهو. ده شرب مننا، شوف بص المنظر وريله كده اهي. ما عنديش شك رغم كل الظروف الصعبه اللي بتمر بينا دي، ان ربنا سبحانه وتعالى هيسدد الخطى. انا لا استطيع ولا اقدر اقول لك إذا كان الدولار هيزيد عن اللي هو فيه ولا هيقل. للي أنا بقوله ده لما الاقي دولار بقى في السوق السوداء 52 جنيه، أنا مستني إيه طيب تاني؟ إيه اللي أنا مستنيه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإذا كنا إحنا بنفسد مش هيصلح عملنا. أديك اتلطيت أهو، أنت وأهلك وبلدك كلها. اليوم وعلى لسان مصدر رفيع المستوى، سألته هل تنتوي الحكومة المصرية خفض جديد للجنيه بعد الانتخابات الرئاسية؟ قال لي قولا واحدا لا. كل اللي كانوا قاعدين قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ كله لا. كل الناس قالوا للرئيس بلاش، اوعى يا ريس تعمل كده، والرئيس خد القرار الصعب وقال والله احنا خدناه. المهم ان احنا ما خرجناش بره بلدنا، زدنا في دقيقة. انا بقول معلومات. طب انا عندي ازمة، طب انا عندي مشكلة. جنيه ينخفض عن كده؟ بل الدولار هو اللي هينخفض، شئنا ام ابينا سينخفض. فلما تيجي النهارده تقول لي الدولار هينزل، هينزل لكام؟ 10 20 30. ما هو لو نزل ل 45 ولا ل 44 يبقى ما نزلش، لان هو طالع من كام؟ 30 و35 وعايز تحسبه كده. طالع من 38. حضرتك فاهم انا جاي منين؟ بس يا ابني احنا كل ما نمشي خطوه ترجعنا اتنين. سؤال أخير، هل في حاجة رخصت في الفترة الأخيرة؟ ممكن تقول طب احنا ما اتفقناش على كده، ممكن صحيح تقول لي كده، يعني احنا اتفقنا انك انت تتولى الأمر بس ما نعانيش معاك. وادوني سنتين وادوني ست شهور بس اصبروا عليا بس شوية. اصبروا عليا كمان شوية كده. انتوا مش شايفين إنجازاته، لازم نستحمل زي ما الإنجليز دايما بيقولوا The proof is in the pudding. الإثبات في السوبر ماركت. أنا عمري ما قلت كلام معسول لكم على إن الأمور هتبقى خضراء واللي معايا صفايح العسل وبطرمانات الزبده. لا احنا عندنا شغلانه جديده. تعرف تكتب اغاني؟ لا يا حاج. حلو، يبقى هنضيع. الحمد لله الحمد لله. انا بقول لكم الدوله دي مش هتطلع لقدام الا بتحطيم الفجوه بتاعه الدولار.
أنا مش عايز أضايقكم يعني بهذا الأمر، ولكن الفجوة الدولارية اللي عندك، أنت عندك فجوة في حدود 20 مليار. إذن وأنت بتتكلم وأنت بتقرب من سعر الصرف انتبه، لا يدخلك في أزمة فوق خيالك. طيب ليك في المزيكا في الالحان؟ لا برضه حاجة. بس يبقى احنا كده في السليم، احنا معانا الراجل المناسب. هي مساله سهله جدا، تحط دخلك من قناه السويس والمصريين اللي في الخارج والسياحه والتصدير والاخره، وتطرحه من احتياجاتك، هتلاقي فيه 20 مليار عجز. عندما يكون تاثير سعر الصرف على حياه المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا نقعدش في مكاننا. طب ما انت عومت يا عم وفشخت البلد، دلوقتي خلاص نزلت عليك الحكمة والوطنية. العسكري بتاع شبيني يا فاي، العسكري بتاع شبيني، انت بقى انت فشختني. ده انت عندك في الشهر بلسان وزير المالية انت محتاج 9 مليار دولار في الشهر. عايز تقول حاجة؟ لا صحيح، لا خد. ما تخلي عندك شخصلة، خلي لك رأي. الهدف من الخرى اللي احنا بنعمله ده. قال له يا فندم احنا لما الرئيس سأله قال له يا دكتور ما يقوليش ما فيش فلوس، مش كده يا دكتور؟ قال له احنا محتاجين 9 مليار في الشهر، تجيبهم منين؟ ويمكن شفتوا القرار الشهادات اللي عملها البنك الاهلي وبنك مصر، انه الشهادات الدولاريه بالدولار يا معلمين، بالدولار خلاص. الجنيه من ساعه ما قوموه طرب القدس ما قبش تاني. واللي وصلنا الى انه نائب رئيس البنك الاهلي بيطلع يقول في تصريح علني انه من حق اي عميل يودع اي مبلغ بالدولار في البنك بدون السؤال عن مصدره. الحقوا، عايزين فلوس وخلاص. لا احنا مش عايزين فلوس وخلاص، مش عايزين دولارات وخلاص بالمناسبة يعني. لا عم عباس الضهوي بيقول لا، عباس الضهوي بيقول لا. يطلع وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس الهزلي بتاع النواب بيقول انه بيوت المصريين مليانة دولارات. دي تساعدنا شوية؟ تساعد ان شاء الله. هتجيب لنا شوية من اللي موجودين برا في السوق؟ السوق مليان، مصر مليانة. مليانة ايه؟ مليانة دولارات. دولارات؟ انا بديك الدولار ده هدية. شايفه؟ بص على ظهره كده. ايوه، هي حد قال لك ان مصر ما فيهاش عمله؟ مصر مليانه عمله، موجوده في البيوت. موجوده في البيوت. معاك كام واحد من ده؟ ايه بس ده بس، اعملوا حجاجه عشان هم بيستهدفوا المصريين في الخارج، الناس اللي عندها فلوس تحت البلاطه وخايفه عليها انها تتسرق، تقول لك قولي لا، ما هي بلدنا اولى بينا وبنوك بلدنا، ومنها ناخد فلوس وندعم البلد والبتاع. تمام، فانت اودعت. الوديعه دي رايحه فين يا جدعان؟ حد يسيب وديعه في البنك مثلا لوحدها؟ تعالى بقى ايه، خد الفلوس. لا والله حبيبي، للاسف احنا كان بودنا يعني احب ما علينا ان احنا نديك الفلوس، بس معلش احنا معذورين. هل لما اشوفك وانت بتعمل شهاده ب 7% و 9% انا مش فاهم؟ كل واحد يخلي باله من فلوسه يا جدعان، ان الشاليم بره واقفه بتطالب بحقوقها. هل انت متخيل ان احنا مش فاهمين؟ هل انت متخيل ان احنا مش حاسين؟ ما احنا بننزل الاسواق وبنشتري حاجات وبنشوف اسعار الحاجات عامله ازاي. المشكله التضخم تاتي داخليا من وجود سعرين في الدولار، من مشكله سعر الصرف، وليس من زياده الطلب او زياده العرض. عينيك مليانه حزن في تفاصيل كتير جدا محتاج اعرفها، ولو سمحتي ما تقوليش علي حكاك. لا عرفتوا بقى ليه انا مش بكرر جمله مش قد الشيلة ما تشيلهاش؟ كل المعادلات الاقتصادية دي مش موجودة، الأساس عندنا هو سعر الصرف. دولار مش موجود، خلاص مفيش كلام من ده. انت بتطلب مني ان انا اقولك على الامل ده؟ انت شايف الامل تعجبنا ده زيرو، حلتها انت كده، انت تقعد ساكت لغاية اخر القعدة. يجي حد يقول معقولة؟ بطلوا بقى البنك المصري شق السماء وضرب وكتب اعظم ملحمه، مصر تعمل كده في اولادها؟ احنا ما نقلش من حد الصراحه. لا ما نقلش. لا الناس دي بتتعب. طبعا. طيب سيد النبيه، ما لفتش انتباهك ان مصر اللي واخده ديون وقروض من مؤسسات دوليه ومن دول رئيسها نفسه بيلمح الى انه والله احنا مش هنقدر ندفع لكم الفلوس، فجدولوها او شوفوا لنا حل؟ تدعو مصر الى تخفيف اعباء الديون عن الدول الناميه. برضه هذا الامر نتيجه الظروف اللي مرت خلال 3 سنوات القى بصعوبات كبيره جدا امام استمرار نجاحنا الفعال في خطه الديون، وبالتالي احنا بنضغط نفسنا وبيتقال ده على الملأ صراحه وينشر. فحضرتك فلوسك هتبقى اعز او الز او امز من فلوس القروض بتاعه المؤسسات الدوليه والحكومات، يعني بالعقل يا صح. احنا هنبقى اصحاب على فكره. اللي عايز يبقى عنده إرادة حرة لازم يستحمل، فيا رب تستحمله معايا. أنا ماشي. 5 بالحب. الشارع اللي علمنا كده، اخطف واجري.